مولاي السلام ولا يصير أصير سلاح أصير سلاح بيدك من تريد سلاح وخل تعبك علي ولا تهم وارتاح أصير سلاح بيدك من تريد سلاح وخل تعبك علي ولا تهم وارتاح ويلي خوت وياك محمل موش مال صياح خوت وياك محمل موش مال صياح اش ما يتكلف وقتك وذبذول عليه ايش ما يتكلف وقتك ذبذول عليه ايش ما يتكلف وقتك سمحنا شيخ الله يسلمك.
علم من اعلام الاراضي والسياسه الخارجيه بس شوي شوي الدراج من بغداد من العماره جد خدمه وسيف بايده بسيف وكل اللي نسويه احنا جاهز بالعصور وياك مراجعنا اعضاء نشكركم على الاستقبال وعلى الحفاوه وعلى فتحة ابوابكم لعامه الشعب الله يعزك الله يسلمك من الخطوه الله يعزك الله يسلمك وجود الله وجودكم الله يسلمك جديد الله يجزاك هذا الشيء ساعدنا تقريبا على اطفاء المجد الطائفيين احنا سالنا عن هذا الامر الله يعزك والعراق نسيج واحد ان شاء الله مهما اختلفت ومهما حاول الاعداء وجود الله وجودكم العراق وجودكم طبعا الله يجعلكم على خير الله يبارك فيكم ان شاء الله الله يعزك انتم اوتاد الارض ان شاء الله الله يبارك فيكم ان شاء الله انتم الاصيل انتم القائد انتم الاهل والاحباب والعشيره الاخوان جملتنا بالتواضع هذا مولاي هذا واجبنا وهذا عزيز هذا دنب المرجعيه الله ابتلانا بانك من خدام للناس عزيز احنا بخدمتكم مولاي ندفع خدمتنا عن الاخرين ان شاء الله الله يجعلنا ويجعلكم على خير ان شاء الله نور طريق العشائر إن شاء الله نور طريق الشباب يعني لا موت بصورة أوضح نحن نتصدى الجانب العلمي خاصة لم يفلح يعني بصورة ثانية واستغل البعض لتأسيس بعض الخلافات والاشتغافات فالآن الأمل بكم أنتم القاعدة وأنتم الأساس وأنتم الجناح والعين واليد التي يعتمد عليها إن شاء الله نريد الإصلاح يبدأ منكم الإنسان يبدأ منكم الشيخ عشير يبدأ من عشيرتي وأنتم من يضغط على العلماء من يضغط على الرموز من يضغط على السياسيين من يضغط على وجهاء المجتمع الرسالة الآن والأمانة تكون في أيديكم الله يعزك خاصة الله يعني الأشعار والقبائل من أمثالكم الشريفة التي لها امتدادات في كل مناطق العراق يعني نسأل الله تعالى أن تكون يعني نصرة العراق نصرة ذاتية منكم وإليكم وفيكم لا ترتبط بجهة سياسية شرقية وغربية نأمل أن يكون التعرف ذاتي من الأشعار بنفسها هي تقود نفسها وتقود الآخرين وسينقادكم الجميع من السياسيين ومن رجال الدين ومن مراجع الدين الكل سينقاد لكم إذا أنتم يعني أحسنتم العمل أصلحتم الناس إن شاء الله من خلال إن شاء الله سأل الله تعالى أن يوفقكم نحن سنكون الأمر ننتظر من يومكم الأمر ننتظر من يومكم وإحنا نمشي به الله يبارك فيكم إن شاء الله إن شاء الله الخير فيكم عزيز ومتفضل على الاستقبال على الحفاوة هذه حقيقة أقدم الشكر لك الجزيل والعاملين بهالمكتب هذا الجليل على هالحفاوة على هالاستقبال وإحنا هم جاهز نريد نأخذ من وقتك لأن أكو ناس غيرنا منتظرة هاللقاء السعيد هذا وياك خدمتكم الله يعزك نحن وقف لكم إن شاء الله مخدوم مولاك الله يعزك ما قصرتم نحن سأل الله يسدد خطاك نحن مقصرون أنتم أصحاب الخطوة وأصحاب الخطوة بس سبق لكم إن شاء الله الله إن شاء الله تبسم سيدي هاي قريبة عني 80 الله يبارك الله يعزك الله يسلمك الله يسلمك ويزيدكم شرفا ورفعة الله يعزك تمسك الدعاء مولاي الله يسلمك إن شاء الله توكل إحنا